صاحبك اتمشى يا باشا. الواد اللي بعتناه له عشان يضربه بالنار نفذ، ولما اتاكد ان الرصاصه دخلت في قلبه جري قبل ما حد يشوفه. وبعدين معرفش الارض انشقت وطلع واد تاني معرفش منين نزل من عربيته شاله حطه في عربيته تاني وجري بيه على المستشفى. انجز، مات يعني ولا ما ماتش؟ في المستشفى باشا بينزف ما بين الحياه والموت. وانت عرفت المعلومات دي منين؟ ما انا بعت واحد من رجالتنا يراقب الواد اللي بعتناه له عشان يضربه بالنار، هو اللي بيقول الاخبار اول باول. بس احنا كده مش في امان. يعني الشرار بيروعش اتهمني بقتله. ساعتها حضرتك ترفع عليه قضيه رد شرف لانها تهمه من غير دليل، تشويه سمعه. طب بقول لك ايه؟ قول يا باشا. ابعت الراجل بتاعنا خليه يتقص من بعيد لبعيد، اوعى حد يشوفه. تلميذك يا كبير. الراجل هناك من ساعتها ومتابعني بالاخبار والتطورات اول باول، زي خدمه الاخبار اللي عند سعادتك على الموبايل. واخر حاجه بعتها لك ايه؟ صاحبك في المستشفى ما بين الحياه والموت، مش لاقي له دم عشان فصيله دمه نادره، يعني حتى لو طلعوا الرصاصه من قلبه برضه مش هيعيش. طيب روح انت دلوقتي. تحت امرك كبير. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. ألف حمد وشكر لك يا رب، ألف حمد وشكر لك يا رب. أنا فين؟ أنت في المستشفى يا حبيبي. عملت العملية، الدكتور طمني، شالوا لك الرصاصة وهتخرج على طول بإذن الله. رصاصة إيه؟ وإيه اللي حصل؟ ولا حاجة حبيبي، أنت كنت سايق العربية، الناس طلعوا عليك، ضربوك بالنار، لولا واحد ابن حلال ربنا يكرم نقلك المستشفى وبرع لك بدم. انا مش عارفه كنا عملنا ايه. هو فين؟ موجود؟ فضل جنبك لغايه ما اطمن عليك، قال هيروح مشوار ويرجع لك تاني، ورانيا شكرته قوي. هي فين رانيا دلوقتي؟ راحت تجيب شويه حاجات من البيت وجايه. الحمد لله على سلامتك يا نوراي، الحمد لله على سلامتك. مش كنت نازلة؟ بعد يطلع ياسر الشوارب بيتعرض لمحاولة قتل. ده مين اللي حاول يعمل كده؟ هيكون مين؟ نعيم. معقولة هيحاول يقتله عشان خد منه مناقصة؟ لا طبعا، عشان حرق له المخازن بتاعته. الله، ده كده عكت قوي قوي. وده بقى اللي قلقان، لسه بقول يا هادي وهنبدأ شغل. ده احنا كمان عندنا مشكلة تانية. ايه تاني؟ ده لسه بيت للبيت. ليه؟ ما تنطق ليه؟ قالت لي انا مش هسيبك تعملني حجه عشان تفضل جنب اختي. وهي ليه بتقول كده؟ ما اعرفش. بس انا عارفه. وانا عندك في المكتب اخر مره تقريبا سمعتني. لما خرجت شفتها. اصلا؟ طيب. بقول لك ايه، انت الوحيده اللي تعرف ترجعها البيت. كلمي بقى معاها. طب هي فين دلوقتي؟ والله ما اعرف. الظابط خد اقوالك؟ ايوه. قلت له ان الموتوسيكل كان من غير نمر، وان الخوذه كانت مخبيه وش الواد اللي كان سايقه. طيب عايز. يا ريت بقى ما تغيرش اقوالك خالص في النيابه. قصدك يعني لو افتكرت حاجه جديده؟ يا ريت ما افتكرش حاجه من اصله. مش فاهم. بص يا عيسى، انا عارف ان انت كتر خيرك لحقتني وانقذتني كمان، بس انا مش عايز اقول اي معلومه للبوليس، فاهمني؟ انت مش عايز تعرف اللي حاول يقتلك ولا ايه؟ دي مشكلتي انا، وانا هحاول احلها بنفسي. وبعدين يا عم انا مش عايز اسبب لك اي اذى ولا اي مشاكل. خايف عليا يعني؟ طبعا خايف عليك. من ايه؟ اللي حاول يقتلني. لو عارف ان انت قلت اي معلومه ممكن توصل له، مش بعيد يخلص منك انت كمان. يا ريس الامر بيد الله.
بس تمام، لو انت مش عايزني اتكلم انا مش هتكلم. برافو عليك. استاذن انا بقى عشان عندي مشاوير كتير. مشاوير ايه؟ الغي كل مشاوير، ملهاش لازمه دلوقتي. مش فاهم. انا عارف انت كنت رايح فين يا عيسى. كنت رايح ادور على شغل. خلاص يا سيدي، اعتبر نفسك اشتغلت وتعينت من النهارده معايا. خلاص. ايوه بس مدامها كانت عايزه. سيبك من مدامها، انا هقول لها يا سيدي ان انا محتاجك وان عينتك معايا. وبعدين بعد كل دوت عمري ما هلاقي ولا اجدع ولا ارجل منك. اتفقنا؟ مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش حاجه يا عيسى. يا اما هعرف كل الناس ان انت بتصورني من ورايا، ولما يعرفوا اكيد هيرفدوك. ما انا لا ده ما ايه انت عايز تبعت الصور دي لمين؟ بتصورها ليه؟ لا والله العظيم ما عايز ابعتها لحد، ده انا عايزها عندي يعني على الموبايل عشان اقدر اشوفها في اي وقت. صباح الخير. صباح النور. انت عايزه اقابل مدام مها؟ معرفش هي جوه ولا لا. انا لسه جايه فمعرفش حاجه. صباح الخير. صباح النور. انت عايز حضرتك 5 دقايق. اتفضل. ايه؟ سايبة الشركة زي ما سبت البيت؟ تعالي هنا، تعالي. انت عايز ايه؟ انا بكلمك، انا جوزك وما ينفعش تهربي مني اكتر من كده. انت مش جوزي، احنا سايبين بعض من بدري قوي، ومفروض بقى ان انت تطلقني رسمي. ما لقيتش شغل في شركة تانية جاي تسحب الاستقالة؟ لا انا جاي اعمل اخلاق طرف واخد الملف بتاعي. اخلاق طرف؟ يعني لقيت شغل تاني؟ بصرف النظر لقيت شغل ولا ما لقيتش، انا عايز الملف بتاعي. حقك. انا كمان قبل ما امشيك من شركتي لازم اخد حقي. في سلفه اديتها لك اول ما جيت تشتغل عندي، عايزاها. ايوه بس الفلوس دي مش معايا دلوقتي. مش مشكلتي، سدد لك المبلغ على دفعتي. اسفه جدا، انت اخدتهم مني دفعه واحده، فلازم ترجعهم برضو دفعه واحده زي ما انت عايز تمشي من عندي دلوقتي دفعة واحدة. ايوه ما انا قلتلك ان المبلغ ده مش معايا دلوقتي. خلاص يا عيسى، ما قدامكش غير حل واحد، انك تمضيلي وصلة امانة بقيمة المبلغ اللي خدته منه. انسة داليا انت كويسة؟ تعبانة شوية. طيب ممكن تسيبي عربيتك وتخليني اوصلك؟ تتعبش نفسك، ربنا يخليك، شكرا. لا معلش مش هينفع تسوقي وانت في الحالة دي، سيبي عربيتك وانا اوصلك.
الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ايه اللي جابك؟ جوزي وجاي اطمن عليه. ممكن بلاش اسمع الكلمة دي خالص؟ في ايه يا ياسر؟ على فكرة مفيش حد في الأوضة غيرنا. افرضي بقى أي حد جه في أي لحظة. يا سيدي سكرتيرتك وجاية تطمن عليك، اللي فيها؟ أنا كويس. تمام؟ ممكن بقى تفضلي؟ أنا افتكرت إن أنا وحشاك زي ما أنت وحشني. جوزي حبيبي اتعرض لمحاولة قتل. ما جيش أزوره يعني؟ ماما. أمل. إزاي حضرتك؟ إزيك؟ كتر خيرها جت تطمن عليا. طيب هروح أنا بقى أشوف شغلي. بعد إذنكم. اتفضلي. هيا ماما. ماما. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبي. ليه؟ جبت لي معاكي إيه؟ جبت لك كل حاجة أنت عاوزها يا حبيبي. طمني عليك، أنت عامل إيه دلوقتي؟ الدكتور قال لي كلها يومين بالكتير ونمشي من هنا. إن شاء الله يا حبيبي ترجع بيتك وتنور. هو ده المكان اللي سبتي بيتك علشانه؟ تعرفتي مكاني منين؟ سألت خالتك وقالت لي ان انتي طلبتي منها رقم سمسار. كلمت السمسار وقال لي على عنوان الشقة. ما تتعبيش نفسك. انا مش راجعة ولا البيت ولا الشركة. ليه بقى مش راجعة الشركة؟ ناوية تتطلقي مني زي ما انتي عايزة تتطلقي من علاء؟ انا عارفة انتي ليه مش عايزاني اتطلق من علاء. خايفة الناس يعرفوا ان انتي السبب. انا عمري ما هكون السبب في خراب بيتك، خصوصا وانا اللي ضحيت زمان عشان انت تعملي البيت ده. يا ريتك ما ضحيتي يا شيخ، يا ريتك ما ضحيتي. كنت سيبيني ما كملش جامعتي واصرف انا على نفسي واشتغل. اه صحيح ما كانش هيبقى عندي لا وظيفه ولا شركه ولا بيت ولا اي حاجه، بس ما كنتش هنام في السرير جنب جوزي ويحلم باختي. داليا كل دي اوهام في دماغك انت بس. دي الحقيقه الوحيده اللي انا متاكده منها قوي. علاء مش غيران عليا زي ما انت فاهمه. علاء بس خايف حد اتجوزه يكوش على فلوسي اللي هو اصلا عينه عليها. انت اللي طمعتيه فيكي. انا كبرته عشانك انت. انت اللي استغلتي فقره وخليتيه يشاركك في النصب على اهل جوزك. انا نصابه يا داليا؟ بعد كل اللي عملته علشانك تقولي عليا نصابه؟ انا مش عايزه منك حاجه. وبعدين انت عملتي لي ايه؟ علاء اللي جوزتهولي ده خلاص هنتطلق. البيت اللي جبتهولي انا مشيت منه. الشركه اللي انت معيناني فيها اللي هي شركتك خلاص انا بلم حاجتي منها وماشيه. اتفضلي اتفضلي. ده مكتب مدير الحسابات. هشتغل معاه؟ لا هتشتغل بداله لغايه ما يرجع من السفر. هبدا مدير مره واحده؟ هو بنفسه هيفهمك كل حاجه وكلنا معاك. مش عارفه اقول لحضرتك ايه. يا رب اكون قد الثقه دي. قدها اكتر يا عيسى. ده الملف بتاعي. انا عملت اخلاء طرف من عند مها الغزالي. مها عرفت ان انت هتكون معانا؟ لا. وافقت تديكي الملف كده بسهوله؟ ايوه. اصلي اصل ايه؟ مفيش. انا قلت لها مش هينفع اكمل معاكم. انت مخبي عليا حاجه يا عيسى؟ لا طبعا. عامه مها لازم تعرف ان انت هتكون معانا. اكيد. خد بالك مها مش سهله خالص ومحدش عارف يحميك منها غيري. طيب شكلك وقع معايا في مشكله كبيره. عامه لو حبيت تتكلم اي وقت هتلاقيني موجوده. ان شاء الله. طبعا انا مش عايزه اي حاجه تاخدك من الشغل هنا. انا تحديت ياسر والكل وعايزاك تخليني اكسب الرهان. اوعدك يا فندم. باي ذا واي ده المكتب بتاعي. عيسى
عاوزاك تعدي عليا قبل ما تمشي، هصرف لك مرتب شهري. مش عارفه اقول لحضرتك ايه، كده كتير قوي. مفيش حاجه كتير عليك. عيسى كلمني عنك، قولي لي بقى ليه عايزه تطلعي؟ مش قادره اقعد معاه ومش قادره ابص في وشه. متجوزين بقالكوا قد ايه؟ 3 سنين. مفيش اولاد؟ لا، كنا مأجلين الخلف علشان كنا عايزين نشبع من بعض. على كده انتوا متجوزين عن حب؟ راح فين الحب ده بقى؟ راح تحت رجليها. هي مين؟ اللي خدني معاها. يعني انت متأكدة ان هو بيخونك؟ هل شفتيهم مع بعض؟ هو يعني لازم يخوني بجسمه؟ تقصد يعني ان هو كان بيخونك بعواطفه حبها؟ هي ممكن تكون مش بتحبه ومش بتفكر فيه اصلا، بس محتاجة في حياتها. هل تعرفيها كويس؟ اي صاحبتك، قريبتك مثلا؟ هو انت بتسال اسئله كتير ملهاش معنى ليه؟ ما تديني ده وانا عايزه انام. هو انت كنت جايه لي عشان تنامي ولا جايه لي عشان اعالجك؟ هو انت عشان تعالجني لازم تعرف عني كل حاجه؟ طبعا، ولازم تعرفي ان اي حاجه هتقوليها لي مش هتخرج بره الباب ده. وانا مش هقول لك عني حاجه تاني، ومش هتشوف وشي تاني. ام الشطيخ. وبعدين بقى، يعني افهم من كده ان انت مع كل مرتب تخرجني خروجه حلوه زي دي؟ انا عايزك تطلبي كل اللي نفسك فيه. انا المره دي قابل مرتبين مش مرتب واحد. ماشي. البت رانيا دي شكلها جدع قوي. جدع ولا عينيها منك؟ يا دي النيله، خلصنا من قصه مها، هنمسك في قصه رانيا. دي اخت صاحب الشركه، يعني مستحيل تبص لواحد زيي، هي فين وانا فين؟ هي بس كل الحكايه انها مستجدعاني عشان انا انقذت اخوها. طيب يا سيدي، طالما جدعه ومستجدعاك، كانت سلفتك ال 10,000 اللي مها ماسكاهم عليك وخصمتهم من اول مرتب. والله يا ساره كانت على طرف لساني، بس زي ما تقولي كده كرامتي ناحت عليا واتكسفت اطلبهم منها. خلاص، يبقى تسيبني ادور على شغل تاني. يا عيسى، ما هو انا لازم اساعدك، احنا علينا ديون كتير غير ال 10,000 دول. يا دي قصه الديون، هو احنا ما وراناش غير الموضوع ده؟ هو انت ليه بتهرب من سيره الشغل؟ قولي بقى كده، الموضوع مش قصه ديون، انت زهقتي من قعده البيت. الله، طب وفيها ايه طيب؟ يعني ايه المشكله لما اسلي نفسي وفي نفس الوقت اجيب فلوس؟ ماشي، بس المره دي انا اللي هدور لك على شغل عن طريقي. كفايه علينا اللي حصل لنا من ورا سيزيفت شكر عرموز ده. اشرب العصير. جري يا جماعه، ما يصحش كده، وانا داخل منطقه عسكريه ولا ايه؟ معلش يا فندم، تعليمات امنيه. امنيه ايه وبتاع ايه؟ ده انت ناقص تسحب الرخص مني يا راجل. انا اسفين لحضرتك يا فندم. خلاص يا ابني، خلاص. معلش يا مختار بيه. ايه ده، ما يصحش كده، ايه اللي بيحصل ده؟ معلش، احنا اسفين حضرتك. ده شويه شويه كانوا هيفتشوني تفتيش ذاتي. لا لا، مش للدرجه دي. الشباب بس لسه جداد، ما يعرفوش كل الناس اللي بتيجي الفيلا. اتفضل، دخلوا عربيه البيشي جوه. الله العظيم يا رب. المهم، طمني عليك انت. الحمد لله. رانيا قالت لي ان مامتك مش موجوده في البيت. ايوه، انا فاكر ان حضرتك جاي عشان ترجعها المطعم. لا، المطعم ايه، انا جاي لك في موضوع اكبر من كده واهم من كده بكتير. يا رب خير. خير ان شاء الله. طبعا انت عارف ان انا ووالدك كنا اصدقاء قريبين جدا من بعض، وفي الحقيقه هو كان وصاني عليكم قبل ما يموت، واتمنى ان انا اكون قمت بدوري على اكمل وجه. كتر خيرك. بكره لما تكبر وتبقى في سني وتبقى محتاج حد ياخد بايدك ويونسك ويكمل احلامك اللي لسه فاضلك في الدنيا، هتحس بتعرف الكلام اللي انا بقوله كويس. في الحقيقه انا دورت ستات كتير قوي اعرفهم، بس ما لقيتش احن من والدتك. بص بقى، من غير لا لف ولا دوران، انا جاي اطلب ايد والدتك منك.
أنا مش عارف أقول لك إيه بصراحة. لا أنا مش عاوزك تقول حاجة، أنا عاوزك تسألها الأول. أسأل مين؟ والدتي؟ هو من الواضح إن أنتوا كده بقى شكلكم متفقين. لا 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 احنا مش متفقين ولا حاجه، ده حتى هي ما تعرفش ان انا جاي اكلم معاك في اي حاجه، بس اللي انا متاكد منه ان هي كمان محتاجه حد يونسها ويقضي معاها بقيه حياتها، خصوصا ان انت واختك طول الوقت في الشغل وهي طول الوقت قاعده لوحدها في البيت. انت بتتكلم جد؟ كان عندك حق يا سلمى، يارا رفضت تقعد مع اي حد غيرك. انا ما كنتش هوافق تقعد مع حد غيري اصلا. أنا مش عارفة أشكرك إزاي يا سلمى. أنا اللي مش عارفة أشكرك إزاي. يارا هتونسني وتسليني لحد ما ترجعوا، صح يا يارا؟ صح يا سلمى. طيب دي الشنط بتاعتها، وأنا اتفقت مع أتوبيس المدرسة يجي ياخدها من هنا. أنا هطلعها كل يوم للباص بإيديا وهرجع من الشغل بدري وهقعد معاها. حبيبتي خلي بالك من نفسك، أوكي؟ ونسمع كلام طنط سلمى. بحبك. خلي بالك من نفسك. أنا مش عارفة أشكرك إزاي يا سلمى. خدي بالك منها يا سلمى والنبي. خلي بالك من نفسك. أنت عارفة أنا بحبك قد إيه. يلا حبيبتي. يلا قومي يلا بينا، عندنا طيارة لازم نلحقها. باي يا سلمى. يلا بينا. خشي. يلا يا حبيبتي، يلا معلش، لازم نسافر. يلا بينا. باي يا حبيبتي. الفايل فيه كل الاوراق اللي لازم تمضيها لغايه ما ترجع الشركه. طيب اقعدي شويه عشان عايزك. في ايه؟ تخيلي انكل مختار جالي وطلب ايد ماما للجواز. ايه ده؟ شكلك ما استغربتيش ولا حاجه. هو انا كنت عارفه انه هيجي لك بس ما كنتش فاكره انه بسرعه قوي كده. اوكي. لا بس هو باين عليه مستعجل. انت قلت له ايه؟ لا لسه ما قلتلوش اي حاجه. مامي عرفت؟ بصراحه مش عارف ازاي هيجي له الجرأه واتكلم معاه في موضوع زي ده. تحب انا اكلمها؟ مش هتفرق كتير. المهم نفكر ونتفق هنرد نقول له ايه. هنرد عليه باللي ماما هترد بيه. لا هما اكيد متفقين ومظبطين كل حاجه، لان عمره ما هيجي له الجرأه او الشجاعه انه إيه يكلمني كده من غير ما يرجع لها. ياسر انت اصلا عندك مشكله ماما تتجوز انكل مختار؟ اكيد طبعا، انكل مختار او غيره اكيد يعني مش وافق ان حد يجي هنا البيت مكان ابويا. وبعدين يا ريت بقى انت كمان تبلغيها ان هو جه وكلمني في الموضوع، وبلغيها كمان ان انا مش موافق خالص. ناقصه ايه؟ بص انا عندي ملحوظات قليله بس لسه هقعد مع رانيا اعرف برضه بقيه ملحوظاتها اقولها لك كلها مره واحده. وهترد عليا امتى؟ بالكتير يومين.
خلاص اتفقنا. اتفقنا على الشغل بس لسه ما اتفقناش على العشاء. انت لسه فاكر يا ياسر؟ ايوه طبعا. الحاجات دي بالذات بقى انا باخدها تحدي. خلاص يا سيدي نتحدى. قصدي نتعشى سوا. ماشي. طورت. عيسى؟ انت بتعمل ايه هنا؟ مها عيسى كتر خيره هو اللي قابلني يوم الحادثه ونقلني المستشفى وهو اللي اتبرع للدم كمان. وده بقى الملف بتاعك اللي انت سحبته من عندي عشان تيجي تقدمه هنا وتشتغل. مها عيسى خلاص استلم الشغل هنا. غريبه يعني ياسر ما قلتليش. ما جاتش فرصه. اتاريك سحبت ورقك بقلب جامد بس ما قلتليش يعني انك هتجيبه هنا. ممكن يكون الراجل يا ماما محبش بس يزعلك مني مش اكتر. يعني ليه حق ازعل؟ لا مش للدرجه دي بس لازم تبقي عارفه بعد كل اللي حصل ما اقدرش افرض اي طلب لعيسى. صح صح. بعد اذنك. اتفضل. اشوفك قريب يا ياسر. سلام يا ماما. انا طبعا صاحبه فكره الرساله دي. كان كل همي ان انا اناقش المشاكل الزوجيه في سنه اولى جواز. ما عندكيش فكره انا تعبت قد ايه في الرساله دي لدرجه ان انا كنت بصحى من النوم عشان اصور المشاكل دي لايف. وطبعا كنت بتتعرضي للاصابات. ياه كتير لدرجه ان انا كنت بفكر أأمن على نفسي. دكتوره مريم، النجاح في الرساله المتميزه دي هتهديه لمين؟ طبعا ههديه لامي اللي صبرت عليا لحد ما خلصت رسالتي دي. وبهديها طبعا لدكتوري مشرف الرساله دكتور غربان. وطبعا بهديها لكل تلامذتي اللي هيقروا الرساله دي. بهديه لكل زوج وزوجه ان هم يقروا اكتر ويفهموا ان الحياه مش كلها مشاكل وان احنا ممكن نتجنب الحاجات دي. سجلت لي الحلقه؟ سعداء وان احنا ايوه يعني ممكن نستمتع بحياتنا. و ايه ده انت مش بتتفرج معايا ولا ايه؟ عايز انام. بس انا كنت مصممه برضو ان انا اخلص الرساله بتاعتي للاخر علشان الناس تعرف ان المشاكل دي ممكن نتجنبها من اول يوم. دكتوره مريم انا كنت سعيده جدا باللقاء معاكي النهارده وان شاء الله نلتقي في وقت قريب. ميرسي جدا. شكرا. مها الغزالي كانت عايزه تتجوزني وانا رفضت وسبت الشركه. ورفضت ليه؟ يعني ما حبيتش اغلط نفس الغلطه اللي غلطتها هي زمان لما اتجوزت واحده اكبر منها في السن. بس هي يعني مش اكبر منك بكتير وفلوسها تعوض كل ده. فلوسها هي فلوسها دي المشكله لان انا مش عارض نفسي للبيع. انت خدت ورقك منها ازاي؟ كتبت على نفسي وصل امانه ب 10000 جنيه. ليه؟ ما هو ده المبلغ اللي كانت مديهولي صدفه لما اشتغلت معاها. الشيك ده تصرفه بكره الصبح من البنك وطيران على مها وتاخد منها وصل الامان. خلي الموضوع ده بيني وبينك. لا شكرا انا مش هقدر اعمل كده. ده موضوعي وانا اللي هحله. وبعدين مش هسيبكم تخسروا مها الغزالي بسببي. تقصد ايه يعني؟ من بكره هدور على شغل في حته تانية. عن اذنك. خايف ما تجيش. أنا ما كنتش جاية فعلا لحد ما لقيت نفسي تعبانة أكتر من الأول. طيب خلينا نبتدي من ساعة ما وقفنا المرة اللي فاتت. أنت بتشكي إن جوزك بيخونك مع مين؟ Ah!
جوزي بياخدني مع اختي. انت متاكده؟ سمعتهم اكتر من مره وهما بيتكلموا مع بعض. تقصد ان هي كمان؟ لما سالتها هي انكرت، وانا كنت متاكده ان هي تتجوز واحد تاني خالص لحد ما لقيتهم سابوا بعض. وده اللي خلاكي تقلقي انها ممكن تكون رجعت تفكر فيه تاني؟ حتى لو ما فكرتش فيه هو بيفكر فيها. انا اصلا ما بقتش احبه ولا بقيت طايقاه ولا بقيت اغير عليه. انا اعتبرت نفسي متطلقه منه من بدري. انا بعد ما اديت له كل حاجه هو غدر بيا. ده لوحده كافي قوي انه يقتل الحب، وحتى لو مش اختي. انت ازاي تعملي حاجه زي كده من ورايا؟ غوشتي وانا حره فيها. كل ده عشان اتاخرت يومين على القسط بتاع شاكر عرنوس؟ القسط ده اصلا انت مالكش دعوه بيه، خليك في قصتك انت يا عيسى. بس ده ما كانش اتفاقنا. يا عيسى غيرنا اتفاقنا، ما حصلش حاجه يعني. سامع يا خالتي بتقول ايه؟ يا ابني هي ما تقصدش، هي خايفه عليك، مش عايزه تحملك فوق طاقتك. هو انا كنت اشتكيت؟ ولا هي فاكراني هبقى فرحان وانا عايش على وش الدنيا وشايفها بيتباع دهبها؟ وانا كمان مش هفرح يا عيسى بحته غويشه وانا عارفه ان انا ورايا ديون متلتله. ان شاء الله هلاقي شغل تاني واسدد بقيه الاقساط بتاع سيزيف بتاع عرنوس ده. مالكش دعوه بيا بقى يا اخي، مالكش دعوه بيا يا عيسى، مش هينوبك من ورايا غير كل هم وغم، وانت اصلا مش ناقص. ايه يا خالتي؟ دي قصة مالكش دعوة بيا دي. يعني خلاص مش هربطه بيا تاني، مش هفضل سبب فقره بقيت عمري. الكلام ده انت بتقوليه من ورا قلبك، انتوا الاتنين ما تعرفوش تعيشوا من غير بعض. كان عندها حق مها الغزالي لما قالت لي اللي بيحب حد بجد ما بيقفش قدام مصلحته. وايه اللي جاب سيرة زفتة دي دلوقتي؟ يا ريتني سمعت كلامها، يا ريتني سبته لها يتهنى بفلوسها. وخدتي منها المليون جنيه اللي عرضتهم عليكي؟ ليه لا؟ على فكرة المليون جنيه دول كان ممكن يحلوا لنا مشاكلنا بقية عمرنا. سارة دي الحقيقة، دي الحقيقة يا ماما اللي مش هنقدر نهرب منها. احنا فقرنا هيقتلنا، حتى لو سابنا عايشين مش هيرحمنا، هيفضل يذل فينا ويكتم على نفسنا بقية عمرنا. يا عبيطة يا عبيطة، انتوا الاتنين عايشين بحبكم لبعض. اللي زينا يا ماما مش من حقه يحب ولادها. ولعلمك بقى انا من بكره الصبح هرجع اشتغل عند عرنوس. انت جنيتي؟ ولعلمك بقى عيسى مش هيسيبك ترجعي. عيسى مش هيقدر يمنعني، عشان هو نفسه هيروح يشتغل عند ما غصب عنه، عشان الفلوس اللي اديتها له واللي لسه هتديها له. عيسى عمره ما كان بيجري ورا الفلوس، مش كنت لسه ماسكه في ايده. بس خلاص مش هسيبه يتسجن واقف اتفرج عليه. لو بحبه بجد لازم احل عنه واخلص.